طيب، السلام عليكم. دلوقتي هنبدأ إن شاء الله نتكلم عن محاضرة رقم 4 في البارل كومبيوتينج. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة دي هنتكلم عن الميموري بتاعة الجي بي يو، الهيراركي بتاعتها، وإزاي هنقدر إن احنا نستخدم الميموري عشان نوبتمايز يعني الأكسس للميموري، بحيث إن احنا نقدر نستفاد من البرفورمانس بتاع الجي بي يو بتاعنا. طيب، في الأول هنعمل كده ريفيو سريع عن اللي وصلناه لحد دلوقتي. طيب، في البداية كده احنا زي ما كنا خدنا قبل كده ان الجريد ديت دي الحاجة اللي احنا يعني دي الحاجة السوفت وير اللي احنا بنقدر نلوك بيها الهارد وير. يعني ان احنا مثلا بنقول ان الجريد ديت تكون مثلا مكونة مثلا من عدد بلوكس معين بشكل معين، وكل بلوك برضو فيه عدد ثريدز معين برضو بشكل معين. فدي الحاجة اللي احنا من خلالها بنقدر نعمل اساين يعني نالوكيت الهاردوير بتاعنا عشان نقدر نستخدمه. والجريد بتتكون من بلوكس، والبلوك بتتكون من ايه، من مجموعة ثريدز. طيب، وده برضو ايه، ده الشكل اللي احنا كنا شفناه قبل كده، بحيث ان الجي بي يو مكون من مجموعة اس امز، وكل اس ام بيكون فيها كومبيوتيشنال كورز، وكل اس ام برضو بيكون فيها شيرد ميموري، وكل اس ام بيقابلها كده ايه جزء من الرام يعني، وزي ما قلنا ان هم مجموعة رامز كده عشان ده يعلي الباندويث بتاع الاكسس يعني بتاعنا ايه للميموري بتاعتنا. طيب، وبرده زي ما كنا شفنا برضو ايه ان في حاجات مش هنعرف نغيرها عشان دي ليها علاقة بالهاردوير، ماشي، وفي حاجات احنا بنعرف احنا نعمل لها دايناميك اللوكيشن، يعني بنحدد مثلا عدد البلوكس اللي احنا عايزينه في الاس ام، او عدد الثريدز اللي في البلوك وهكذا. بس كل حاجه برضو من دول ايه بيكون ليها اوبر باوند برضو عشان الهاردوير. والحاجات اللي احنا طبعا ما نقدرش نتحكم فيها اللي هو عدد الاس امز في الجي بي يو، عدد الكورز في كل اس ام، والشيرد ميموري، والثريدز بير وارب، دي كلها برضو حاجات ليها علاقه بالهاردوير ما نعرفش نغيرها. طيب، هنخش بقى في الجزء الجديد بتاعنا اللي هو ايه، الميموري هيراركي. طيب، زي برضو ما كان في السي بي يو بيكون في ميموري هيراركي. يعني مثلا دلوقتي ان السي بي يو بيكون في اسرع ليفل كاش اللي هو بيكون اقرب حاجه لل على الشيب نفسها يعني بتاعه السي بي يو، بعدها مش عارف في ليفل كاش ابطا منه شويه وهكذا لحد ايه، لحد الميموري، وبعدين الديسك. كل ما بننزل في الليفل ده بيكون ابطا، يعني الاكسس بتاعي بيكون ابطا، وطبعا ده بيأثر على البرفورمانس. فهنا برضو نفس الكلام، في اسرع حاجه اللي هي ريجستر فايلز، اللي هي بتاخد يعتبر واحد سايكل بس، لان هي دي جوه الكور يعني نفسها. الجزء اللي فوق دوت ده لوكال ايه، يعني كل اس ام فيها الكلام دوت، لكن الجزء اللي تحت دوت هي دي حاجه واحده بس. يعني مثلا ما فيش غير جلوبال ميموري واحده بس للجي بي يو كلها، ما فيش غير ال 2 كاش واحد بس للجي بي يو كله، لكن الجزء اللي فوق ده الريجستر فايلز وال ال 1 والكونستانت كاشز والشيرد ميموري، كل اس ام فيها الحاجات ديت. المهم ايه، ان ريجستر فايل ده اسرع حاجه، وبياخد يعني ابروكسيماتلي كده 1 سايكل. بعدها ننزل شويه للكونستنت كاشز وال L1 والشيرد ميموري، دول تقريبا بياخدوا 5. بعدها كل ما بننزل هنا برضو ايه، يعني L2 ابطا اكيد بكتير، وبرضو ايه والميموري ابطا، يعني الميموري تقريبا بتاخد حوالي 500. فواضح يعني ايه الفرق في سرعه كل واحد فيهم. تمام. طيب، هنا برضو ان ال احنا عادة الحاجات الاوبرنز بتاعتنا بتكون 4 بايت، وزي ما احنا كنا عارفين ان الورب هي بتكون ايه 32 ثريد. فعادة احنا بنبقى عايزين اكسس، يعني احنا عارفين ان الورب دي كلها بتشتغل كده مع بعضها، فعادة بنبقى عايزين اكسس الحاجات ان ترمز اوف يعني 32 من حاجة معينة. يعني الورب كلها تروح تحاول كل ثريد في الورب بتحاول تجيب حاجة وترجع. فهنا بقى احنا يعني مكتوب ايه ان احنا يعني مثلا ايه ان احنا دايما بنحاول ناكسس الحاجه، هي الجزء ده موجود في السلايد اللي جاي، يعني ان هو بيكون الميموري متقسمه تقريبا لماتريكس كده من 4 بايت كل اليمنت فيها، وبتكون 32 كولوم. فكل رو يعني مثلا الورد بتروح تجيب رو وتيجي، يعني اول رو مثلا كل الورب بتروح تجيبه، كل اليمنت فيها بتجيبه ثريد معينه. طيب، هنا برضو ان التكستشر والكونستنت ميموريز دي بتكون ريد اونلي بالنسبه للجي بي يو اللي هو الديفايس،
فهي بتتكتب عليها بالسي بي يو، لكن هي بالنسبه للجي بي يو بس بتكون ايه، بتكون حاجه كونستانت يعني. وبرضو الفرق هنا بين الشيرد ميموري والال اون كاش، ان الشيرد ميموري البروجرامر اللي بيكتب فيه، يعني احنا بنكتب احنا مثلا في كنا بنتحكم احنا في البرنامج مثلا ان الحاجه دي مثلا تتحط في شيرد ميموري او لا، ده بالكود عادي. فدي ايه، البروجرامر اللي بيكون متحكم فيها. لكن الال اون كاش ده الهاردوير هو اللي بيحاول يكاش مثلا حاجات معينه او كده ايه فيه. وبرضو بنقدر من خلال كونفيجريشن يعني ان احنا نقسم، مثلا احنا عندنا مثلا الحاجه دي مثلا بتبقى يعني المساحه دي بتبقى كونستانت او حاجه ثابته، فانا بقى بقدر اعمل كونفيجريشن احدد مثلا ايه نسبه مثلا ال L1 كاش بالنسبه للشيرد ميموري او هم قد ايه وهكذا. طيب دي الحاجه، دي الحته اللي هي اللي انا كنت بقول عليها، اللي هي ايه اللاين بتاعنا بيكون ايه، بيكون 32 element، يعني 32 كولوم كده، وكل element فيهم بيكون 4 بايت. فبيسموها ان احنا مثلا اللاين عندنا هو مكون من 32 بنك، بحيث ان احنا ال 32 ثريد بتوع الورب لما يجي يروحوا يكسسوا، فبيحاولوا ان هم يجيبوا رو كامل من الريجستر فايل بقى او ال L1 كاش وهكذا، بتكون متقسمه نفس التقسيمه يعني. تمام. وبرضه حاجة تانية ان هو ريجستر فايل بالنسبة في الجي بي يو بالنسبة للسي بي يو هو بيكون اكبر بكتير من الريجستر فايل بتاع السي بي يو يعني. وده طبعا عشان احنا في الجي بي يو بيكون عندنا كورز كتير قوي يعني، فده بيخلي ان احنا محتاجين ريجستر فايلز كتير قوي علشان الكمبيوتيشنز يعني تكون سريعة. الكونستنت كاشز ده برضه هو ده نوع سبيشال من الكاشز، اللي هو بيكاش الحاجات الكونستنتس اللي بيكون عندي يعني. يعني مثلا هنا احنا زي ما احنا قلنا ان احنا في الجلوبال ميموري عندنا في جزء كده اسمه التكشر والكونستنت ميموري، فالجزء اللي هو بتاع الكونستنت ميموري ده الهاردوير بيعمل له كاشنج في اللي هو الجزء اللي هو الكونستنت كاشز. برضو دي حاجات يعني بتسرع الدنيا يعني، بحيث ان هو لو عايز كونستنت ما يروحش مثلا يدور عليه في اللون، لا هو يروح يدور عليه على طول في الكونستنت كاشز يعني. وهنا زي ما انا قلت فالريستر فايل بيكون كده متنظم بطريقه يعني ايه زي اللي انا راسمها هنا دي كده، ده الرول واحد فيه. وبعد كده كل الروز بقى تحته نفس الكلام يعني، هي بتكون متقسمه ل 32 كولوم، وكل element فيهم بيكون حوالي 4 بايتس يعني. طيب بعد كده عندنا بقى حته ايه، ان احنا كل لما ليفل مش بيكفي انا بروح لليفل اللي بعده. يعني مثلا لو الريجستر فايل ما كفاش فانا هروح لل L1 كاش، لو ما كفاش مش عارف هنزل ليفل كمان وهكذا. طبعا ده بيأثر على البرفورمانس جامد يعني. وزي ما احنا قلنا مثلا الفرق بين ال L1 والشيرد ميموري، ان الشيرد ميموري البروجرام هو اللي بيكتب فيها، يعني بروجرامر لما بيكتب في كود ان هو عايز يحط حاجه في الشيرد ميموري، لكن ال L1 كاش ده الهاردوير هو اللي بيقرر مثلا ان هو هيكاش حاجات معينه مثلا في ال L1 وهكذا. وزي ما قلت مثلا احنا بنعمل كونفيجريشن عشان نحدد قد ايه شيرد ميموري وقد ايه L1. طيب الحاجات اللي فاتت دي زي ما احنا قلنا انها كانت ايه، كانت متكرره لكل اس ام يعني، كل اس ام عنده ال L1 كاش بتاعه وعنده شيرد ميموري وعنده كونستنت كاشز وعنده ريجستر فايل بتاعه. لكن هنا بقى نيجي عندنا لحته ال L2 كاش والجلوبال ميموري، دي كده ايه، دي يعني دي حاجه واحده بالنسبه للجي بي كله، فهي متقسمه بقى بين كل الاس امز. وهنا زي ما قلنا ايه، ان ال L2 كاش ده هو ابطا اكيد من ال L1. فبالتالي مثلا لو احنا قلنا ان احنا لما بيكون عندنا ريجستر فايل مش مكفي، في حاجة هنا كده كان اسمها اللي هي ريجستر سبليتنج، فاللي هو لما الريجستر فايل مش بيكفي فبيروح مثلا ايه يكمل في ال L1 كاش. طبعا هو ابطأ، بس هو هيعمل ايه، ما هو الريجستر فايل مش مكفي برضه، لو ال L1 كاش مش مكفي برضه هيلجأ لايه، لل L2 كاش وهكذا يعني. وزي ما قلنا بقى الجلوبال ميموري دي اللي هي ايه، الميموري اللي هو بتاعت الجي بي يو كله، ودي برضه ايه، دي هتكون ابطأ اكيد من ال L2 كاش ومن ال L1 وهكذا. بصوا زي ما قلنا هنا برضو حته الليتنسي والباندويث، دي الليتنسي ده اللي هو ايه، يعني انا دلوقتي مثلا طلبت ان الاليمنت يعني مثلا عايز ادرس معين يتقري، خد وقت بقى قد ايه من اول ما طلبته لحد ما جه. طيب لكن الباندويث بقى اللي هو مثلا لو انا عايز اقرا 10 ادريسز مثلا في نفس الوقت، هل ده هينفع ولا لا مش هينفع يعني، على حسب برضو السايز يعني بتاع كل السايز اللي انا عايز اقرا من كل ادرس يعني، يعني اللي هي قد ايه انا بعرف اقرا مثلا من الميموري في نفس الوقت. هنا برضو اللي هي النقطة بتاعة الريجستر سبليتنج دي، فأنا مثلا كل ما الريجستر فايل مش هيكفي
هعمل اوفر فلو، هروح الجا ان انا ايه اشيل في ال L1 كاش. طب لو ما كفاش هروح لل L2 وهكذا، يعني هروح لللوكال ميموري. فده طبعا بيقلل البرفورمانس جدا، يعني كل ما انزل في الليفل اكيد البرفورمانس بيتاثر جامد قوي. زي ما قلنا حته التكتشر والكونستنت ميموريز، هي دي حاجات في الميموري اللي هي بتتعامل، يعني الجي بي يو بيشوفها انها ريد اونلي بس مش عارف يعدل فيها. فالجزء بتاع التكستشر ده بيتعمل له كاشنج في ال L1 كاش، لكن الكونستنت ميموري دي بتتعمل لها كاشنج في الكونستنت كاشز. وبرضو زي ما احنا شفنا المثال اللي هو كان في المحاضرة اللي فاتت، اللي هو بتاع الجي بي يو اللي هو مش عارف عنده جيجا فلوبس قد ايه ومش عارف ايه، دايما البوتل نيك بتبقى بتاعت اي سيستم ان هي ايه الميموري، يعني لانها الاكسس بتاع الميموري وكده ده بيبقى ابطأ بكتير يعني من الكمبيوتيشنز بتاعت ال يعني الكمبيوتيشنز اللي جوه الجي بي يو نفسها. فدايما احنا بنحاول ان احنا نوبتمايز الميموري ريدز بحيث ان احنا نعرف نستفيد من كل البرفورمانس بتاع الجهاز بتاعنا. يعني طيب هنا ان بيتكلم ان ال مثلا الجي بي يو الميموري بتاعته هيراركي بتبقى شبه شويه السي بي يو، بس في فرق ان ال يعني المساحات النسبه بتاعتها بتبقى مختلفه شويه. يعني الجي بي يو بيبقى مثلا زي ما احنا قلنا بيبقى عنده ريجستر فايلز كبيره قوي، ده طبعا عشان زي ما قلنا ان احنا عندنا كورز كتير قوي فبنحتاج نعمل كومبيتيشنز كتير قوي. لكن السي بي يو بيبقى معتمد اكتر على الكاشنج، يعني فالكاشز عنده بتبقى اكبر من السي بي يو، بتبقى كاشز عنده اكبر من الجي بي يو يعني نسبيا. طيب برضو دي كده كانت شويه ارقام عن الباندويت. بتقولي بقى ان احنا مثلا يعني زي ما احنا برضو قايلين من المحاضره اللي فاتت ومن قبلها، ان الجي بي يو بيعتمد على حاجه ان هو مثلا يشغل سيلز كتير قوي تشتغل كلها مع امبارل، بحيث ان اكيد في مثلا هيكون شويه منهم الداتا بتاعتهم جاهزه والانستراكشن موجود وكل حاجه، فبحيث ان هما هيشتغلوا. يعني مثلا لو شغل مثلا وليكن 1000 ثريد مثلا هو متاكد مثلا على الاقل مثلا 200 300 منهم حاجاتهم جاهزه وكده هيشتغلوا، فبيبقى مهتم بقى ان الموضوع ده اوت ده هيعمل هايد للليتنسي يعني. طيب دلوقتي بقى هنشوف كده كيس ستادي في الماتريكس مالتيبليكيشن، وكان في يعني الاختصار دوت اللي هو جي ام ام، ده اللي هو جنرال ماتريكس مالتيبليكيشن. ده كده زي ما يكون مثلا حاجه ايه بيعملوا بنش مارك يعني مثلا للبرفورمانس بيها مثلا بتاعت الجي بي او كده، يعني حاجه معروفه شويه. طيب هنا احنا عندنا ان احنا ايه عايزين نضرب الماتريكس اي دي في ماتريكس بي عشان تدي ده ماتريكس سي. طيب فاحنا زي ما احنا عارفين مثلا احنا مثلا عشان نجيب الاليمنت اللي هو متعلم الاخضر دوت، فاحنا مثلا محتاجين نضرب الرو دوت في الكولوم ده. طيب عشان نجيب دوت هنضرب الرو ده في الكولوم اللي بعده بقى، عشان نجيب اللي بعده مش عارف هنضرب الرو دوت في الكولوم اللي بعده هنا وهكذا. طيب هنلاقي ان احنا ايه ان احنا هنلاقي في داتا كتير قوي بنحتاج انها تفضل موجوده كتير وبنستخدمها كتير، يعني مثلا رو كامل او كولوم كامل بنستخدمه كذا مره عشان نحسب elements معينه. وهنا برضو بنلاقي ان احنا مثلا ايه برضو احنا بنحتاج الماتريكس كلها كذا مره، يعني مش بس زي المثال بتاع المحاضره اللي فاتت اللي هو كنا بنضرب فيكتور في ماتريكس، انا بحتاج الفيكتور بس هو اللي بحتاجه كذا مره، لكن الماتريكس الثانيه دي مش بحتاجها غير هي يعني الكولوم بحتاجه بس مره واحده. لا احنا هنا بقى هنلاقي ان احنا الاثنين ماتريكس بنستخدمهم كلهم كذا مره. فده بقى انا محتاج احطهم طبعا في الشيرد ميموري علشان ايه اسرع الحسابات وكده، بس طبعا ايه يعني حجم الماتريكس بيكون كبير قوي، فطبعا انا مش هعرف احط مش هعرف اعمل طبعا في الشيرد ميموري عندي احط الماتريكس كده زي ما هم الاثنين كده، والدنيا مش هتكفي اكيد. فلازم بقى نشوف دلوقتي هنشوف طريقة ان احنا نحاول نقسم الدنيا كويس، ويعني ايه نحط اجزاء معينة في الشيرد ميموري بحيث انها هتبقى مكفية بشكل يعني ايه يخليني اوبتمايز الدنيا شوية، علشان لو ما عملتش كده يعني مثلا لو كملت بقى ايه في المالتيبليكيشن بتاعي العادي اللي هو بضرب الرو في الكولوم وهكذا، فان انا اضرب الرو ده بعدين اشيله بعدين الرو اللي بعده وهكذا، هلاقي ان انا كل شويه برجع احتاج داتا انا كنت لسه مكيشها بس هي خلاص راحت، فهلاقي ان انا بيحصل عندي كاش ميسز كتير قوي. طيب هنا بنلاقي بقى ايه زي ما انا قلت مثلا ان انا عشان احسب اللي هم الاربع اليمنتس اللي متلونين دول انا فيهم كلهم هحتاج الرو دوت، تمام، بس هحتاج هنا كولومز مختلفه، يعني مثلا هحتاج الكولوم اللي هو دوت وبعدين دوت بعدين دوت ومش عارف ايه. فهنلاقي ان انا في داتا كتير قوي، يعني مثلا الرو دوت كده هحتاجه في ثريدز كتير قوي،
وموضوع هيبقى يعني متكرر كذا مره مثلا يعني. بس انا مثلا قلت الاليمنتس دي بس، طيب ماشي، كل الاليمنتس دي برضو انا هحتاج ليهم نفس الكولومز اللي انا قلت عليها، بس بقى باختلاف الروز وهكذا. فهنلاقي ان احنا ايه، يعني احنا الداتا بنحتاجها بشكل متكرر، هي نفس الداتا. فهنفكر بقى في طريقه كده اسمها تايلنج، ان احنا بقى ايه، بنقطع الماتريكس بتاعتنا بشكل معين. هنا بيقول بقى ان احنا ايه، في بعض الاوقات هنلاقي الداتا موجوده في الكاش عشان هي كانت لسه معمول لها لوب باي ثريد تانية، وفي اوقات تانية هنلاقي ان الداتا اتشالت من الكاش قبل ما الثريد اللي هي عايزاها ثريد تانية يعني عايزاها تلاقيها. فهنستخدم بقى موضوع التايلنج ده عشان نقسم المتريكس بتاعتنا لتايلز ونشوف هنعمل ايه يعني. طيب احنا بقى دلوقتي هنقسم الماتريكس بتاعتنا لتايلز، وهنبقى محتاجين بس ان احنا في الكمبيوتيشن الواحده هنخزن بس 2 تايلز، تايل من الماتريكس A وتايل من الماتريكس B، عشان نحسب ايه التايل اللي تقابلها يعني من الماتريكس C. فاحنا اول ستيب عندنا ايه بقى، ان احنا هنقسم الماتريكس زي كده زي ما احنا شايفين كده لشكل التايلز دوت. حلو. طيب بعدين بعمل لود للفيرست تايل من كل انبوت ماتريكس، يعني مثلا لو انا عايز احسب اللي هما الاليمنتس اللي هما ايه اللي هنا دول. حلو. طيب فانا هعمل لود للتايل ديت وهعمل لود للتايل ديت، هما دول لما هيتضربوا في بعض هيجيبوا لنا بارشال سام طبعا ايه، من التايل اللي هي اللي في الاوتبوت ديت، وهنشوف دلوقتي يعني تفاصيل زياده. طيب فانا دلوقتي مثلا عملت التايل ديت وعملت التايل ديت، هبدا بقى اضربهم في بعض واجيب ايه الجزء دوت من السي. طبعا هنا زي ما احنا شايفين اللي هي بارشال سام، مش إيه؟ هي مش لسه هي دي كلها، وهنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل يعني. وبعد ما احسب بقى ايه الجزء دوت الاول، وانا بلود هستنى ان كل السيلز تكون خلصت لودنج، بحيث انه قبل ما ابدا حسابات يبقى انا اتاكدت ان الاثنين تايلز دول اتعمل لهم لودنج كومبليتلي يعني. حلو. طيب بعد ما يعملوا كومبيتيشن برضو استنى قبل ما اشيلهم من الشير دي ميموري الثريدز كلها تكون خلصت حسابات، بحيث برضو ما اشيلش حاجه من الشير دي ميموري لسه في ثريد تانية عايزاها فتروح تجيبها، وارجع في نفس الموضوع اللي هو ايه الدنيا البرفورمانس هيقل جامد. فاستنى كل الثريدز قبل ما اشيل الداتا. طيب وبعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هلاقي ان انا بشفت بقى تايل تانية، يعني مثلا دلوقتي انا لسه عايز احسب ايه؟ لسه عايز احسب اللي هما نفس الاليمنتس اللي هنا دول. حلو؟ طيب فانا هعمل ايه؟ انا كنت مثبت التايل ديت في الانبوت، تمام؟ انا المرة اللي فاتت خدت انهي تايل؟ خدت اللي فوق. طيب بس احنا لو جينا فكرنا، انا علشان احسب الاليمنتس ديت فانا بحتاج اضرب الرول مثلا اللي هنا في الكولوم كله اللي هنا. طيب فانا لو كنت انا مثبت التايل ديت فانا هحتاج بقى الاول احسب التايل ديت بعدين ديت بعدين ديت وهكذا. فهلاقي ان انا مثلا كل مره بحسب البارشال سام لحد ما الاقي ان انا ضربت كل الاليمنتس اللي المفروض تتضرب في بعض علشان يجيب الاليمنتس دي في الاوتبوت. فهفضل بقى اعمل كده ريبيت للنكست تايل وهكذا لحد ما اخلص ايه الماتريكس كلها. طيب كان في برضو هنا كومنت ان انا ايه، زي ما احنا قلنا ان كل بلوك بس بيبقى عنده شيرد 2 تايلز بس، فهو بيضرب الاثنين تايلز دول في بعض وما يخلص تمام خلاص بقى ايه بعدها يبدأ يشيلهم ويلود اثنين تانيين وهكذا. كنت برضو كومنت ثاني ان انا بوفر في الميموري، ان انا يعني بلود التايل واقعد استخدمه كتير جدا يعني، بستخدمه كتير قوي بعدين قبل ما اشيله عشان اجيب غيره. بس برضو ايه، في حاجات هلاقي ان انا برضو هحتاج اجيبها تاني. يعني مش شرط ان انا الحاجة اللي انا جبتها مرة مش هحتاج اجيبها تاني خالص، لا، بس انا ببقى متأكد ان انا لما بجيبها مرة انا بستخدمها كتير جدا، عدد مرات كتير قوي، بحيث ان انا بستفدت منها كتير وبعدين اجيب غيرها. حتى لو هجيبها تاني بقى، بس انا في المره اللي انا جبتها انا اوريدي ايه استخدمتها كتير يعني. وبرده ده احسن بكتير قوي من الابروش الاولاني، ان انا اجيب رو كل رو كل يعني الرو كامل وكورم كامل، وبعدين الاقي نفسي بعد الرو دوت هحتاجه عدد مرات كبير قوي وانا يا دوبك استخدمته مره وبعدين هشيله واجيب غيره وهكذا. ده اسوأ بكتير يعني. طيب دلوقتي هنا بقى ايه، ده دلوقتي الجزء اللي هو بتاع التايل. انا دلوقتي اول حاجه ان انا يعني كل دي كده كل ثريد يعني الكود ده اللي بيتعمل له اكسكيوشن على ثريد، فكل ثريد عندها ايه، عندها فور لوب. الاول بتجيب التايل تمام، بتعمل لود للتايل، بعدين بتعمل سينج عشان تتاكد ان خلاص ايه التايل كلها اتعمل لها لود، وعشان قبل ما تحسب ما يبقاش فيه اليمنت هي عايزاه وثريد عايزاه مثلا وهو لسه ما اتجابش تمام. بعدين بقى بتعمل فور لوب انها تعمل كومبيوتيشنز بقى. هو هنا دي يعني دي كده كل ثريد عندها الفور لوب اللي هي ايه الاوتر فور لوب دي. حلو.
طيب هي دلوقتي بتجيب element واحد بس، يعني كل thread بتجيب element واحد اللي هي ال element اللي هي assigned ليه يعني. تمام، sync threads كل ال threads بقى تستنى هنا عشان يعني يتأكدوا ان خلاص كل thread جابت ال element اللي هي المفروض تجيبه، ودلوقتي خلاص كل ال elements جاهزة في memory. فخلاص يبدأ بقى دلوقتي ايه، كله يعمل computations، هيعملوا for loop يحسبوا الحسبة بتاعتهم. هنا في الأول كل thread بتبقى طبعا عندها ال sum بصفر، حلو، لان هي زي ما قلنا مثلا ده بارشال صام، يعني كل مره هتقعد تعمل كده يعني جوه الفور لوب هنا بتصام على الاليمنت ده. بعد ما تخلص كده الفور لوب كده خلاص، يعني هي جابت كل التايلز وحسبت كل حاجه وعملت في البارشال صام ده كل حاجه، تبدا بقى تحط في الاوتبوت الاليمنت ده، لانه ده كده خلاص بقى صام كامل يعني مش بارشال صام. تمام، المهم ايه، بعد ما تخلص كومبيوتيشنز برضو تعمل سينك تاني عشان تتأكد ان خلاص كله خلص قبل ما تعمل لود لإليمنتس تانية. وبالتالي الإليمنتس اللي هتشيلها دي خلاص هو كده خلاص ما حدش محتاجها، كله خلص كومبيوتيشنز في التايل ديت. بعدين تبدأ تاني تلود الإليمنت بتاع التايل الجديدة وتسينك تاني وهكذا. هنا زي ما احنا شايفين برضو طبعا هنا مفيش باوندري كونديشن، هنشوفه قدام يعني الموضوع دوت. طيب هنا زي ما يعني هو بيقول هنا دلوقتي ان احنا اللي احنا اشتغلنا عليه لحد دلوقتي دوت بيهندل ان احنا يكون الويتس هو مالتيبل من التايل ويتس. يعني مثلا كنا ايه، احنا هنا التايل ويتس كام، التايل ويتس 4، فالويتس دوت هو مالتيبل منه، يعني مفيش مثلا هيبقى فيه 2 element زيادة ولا حاجة، لا هو ده 4 وده هنا 3 في 4 ب 12، فمش مش هيبقى فيه مشكلة. لكن الطبيعي ان احنا بنبقى محتاج نضرب ماتريسيز في بعض في ايه، في اربيتري سايز، مش هنظبط السايز بتاع الماتريكس بتاعنا على اساس التايل ويتس بتاعنا، فهنعمل بقى حاجه مختلفه. هنا ديت دلوقتي الماتريكس بتاعتنا كام، الماتريكس بتاعتنا 3 في 3، في حين ان التايل بقى بتاعتنا ايه، هي الويتس بتاعها 2، هنا بقى مش مالتيبل، هنا مش مالتيبل، يعني هنا الويتس بتاع الماتريكس مش مالتيبل من التايل ويتس بتاعنا. فهيبقى ايه بقى حل المشكله دي، هي ايه مشكله اصلا؟ المشكله دلوقتي مثلا ان هنا دلوقتي التايل ديت هيكون فيها ايه، الاثنين اليمنتس دول هي عايزه تجيبهم من ميموري، ومع ذلك اصلا هما مش موجودين، يعني الايمز دي مش موجودة. معلش على المشكله ديت. المهم هنا دلوقتي ايه المشكله اصلا بتاعتنا هتكون ايه، هتكون مثلا ان الثريدز اللي هي ايه اللي هي في التايل ديت دلوقتي مثلا الاثنين الايمز دول هما مش موجودين اصلا، ومع ذلك هي هتكون بتحاول بقى الثريد دي هتكون بتحاول تجيب الايمز دوت تحطه في الشيرد ميموري. وبرضه نفس الكلام هنلاقي مثلا ان في مشكله تانية، ان ممكن الست تكون بتحاول تحسب اصلا element في الاوتبوت هو مش موجود. بس الفكره بقى ايه، الفكره انه يعني الكونديشن مش واحد، يعني ممكن هنلاقي ثريد انها هتكون بتحاول تحسب element مش موجود في الاوتبوت، يعني الثريد ديت ملهاش element في الاوتبوت، بس هتكون بتعمل لود لاليمنت هو موجود عادي في الانبوت ماتريكس. وممكن العكس برضو، ان ممكن الثريد تكون بتحسب element موجود عادي في الاوتبوت بس بتعمل لود اصلا للايمنت مش موجود في الانبوت. فده معناها ان انا كل مره هعمل اكسس للميموري لازم يكون في باوندري كونديشن مختلف، مش شرط الكونديشن اللي في اللود زي الكونديشن اللي انا بكتب في الاوتبوت ماتريكس يعني. فهنا بقى دلوقتي ايه، في حل بسيط للموضوع دوت، اللي هو ايه بقى، ان هو لما تيجي الثريد تعمل لود للانبوت لاليمنت من الانبوت اليمنت الماتريكس بتاعتنا، تشوف هل الاندكس بتاعها ده valid index عادي في الرينج بتاعنا، لو خلاص هتجيبه وتحطه في الشيرد ميموري، طب لو لا تحطه صفر في الشيرد ميموري. بحيث ايه بقى، بحيث ان عشان حاجتين، اول حاجه لو انا مع يعني لو هي ما عملش كده، لو لقيته ان هو الاليمنت ده نوت يعني الاندكس ده نوت valid فمش هتعمل حاجه، فهو لا هو هيفضل في الشيرد ميموري الاليمنت اللي كان موجود في التايل اللي قبلها. يعني زي ما احنا قلنا مثلا ان الثريد بتحاول تعمل ايه، الاول بتلود اول تايل، بعدين تعمل كومبيوتيشن، بعد كده تلود التايل اللي بعدها، ما هي بتلودها في نفس المكان ده في الشيرد ميموري. فهي لو مثلا اليمنت معين لقيت الاندكس بتاعه مش مظبوط وما عملتش حاجه خالص، فهو هيفضل الاليمنت اللي كان موجود في التايل اللي قبلها، فده هيعمل مشكله طبعا في الحسابات. فاحنا بنحط بقى ايه، صفر علشان ما نسيبش اليمنت قديم يبوظ الدنيا، وفي نفس الوقت الصفر دوت مش هيعمل مشكله بقى، بحيث ان هو يعني في المالتبليكيشن والاديشن مش هيعمل مشكله، يعني لما اضرب صفر في حاجه واجمعها على حاجه مش هتاثر يعني. ده اللي هو الكلام اللي كان بيتقال هنا. طيب وهنا برضو زي ما احنا قلنا ايه، ان الكونديشن اللي بيتعمل له تيست في الانبوت اليمنت مش شرط يبقى هو الكونديشن اللي بيتعمل في الاوتبوت اليمنت لما اجي اكتب في الميموري في الاوتبوت يعني. تمام،
طيب، وبرضو موضوع الزيروس ده ليه فايدة تانية. لما اجي اعمل في موضوع الزيروس برضو ده هيخليني احسب عادي بقى، يعني لو الشيرد لو الاليمنت اللي انا عملت له لود في الشيرد ميموري هو المفروض ده كان نوت فاليد اندكس وانا حطيته بصفر، فخلاص وانا بحسب الصم بتاعي او برش الصم بتاعي مش محتاج اعمل بقى كونديشن ان هل دوت كده كان فاليد اندكس في الانبوت ماتريكس ولا لا، لان دوت خلاص انا عامله بصفر، فلما اضربه في حاجه مش هي واجمعه على حاجه مش هيأثر. لكن لو انا ما كنتش عملت كده بقى، يعني لو كنت انا بسيب مثلا الاليمنت اللي هو لقيته نوت فاليد اندكس ده كنت بسيبه، فده معناه ان انا لازم اتشيك ان هو دلوقتي فاليد اندكس عشان ما بقاش بحسب على برضو زي ما قلنا ايه موضوع اللي هو الاليمنت اللي كان في التايل اللي قبلها. فايه برضو المشكله من الموضوع دوت؟ المشكله ان ده بيعمل حاجه اسمها اللي هو كنترول دايفيرجنس. كنترول دايفيرجنس ده اللي هو ايه لما يكون في اف كونديشن والس والس كده، فالهاردوير بيعمل ايه بقى؟ الورب بتاعنا بيكون 32، طيب هو بقى بيقسمهم 16 و16، بيخلي اول 16 يعملوا الكود اللي هو بتاع الاف كونديشن مثلا، و16 التانيين يعملوا الكود بتاع الاس كونديشن. فده بيبقى كأنه عمل ايه؟ بيبقى كأنه عمل سيريلايزيشن للجزء اللي هو فيه دايفيرجنس ده، وطبعا ده بيقلل الباراليزيشن واحنا اكيد مش عايزين نعمل كده. فعشان كده من الاول بنعمل وقت اللودنج صفر، بحيث ان احنا بقى نيجي في الاوتبوت ما نحتاجش نعمل كونديشنز على الجزء بتاع الاصفار ده، نحسب بقى كله عادي، وهي لو صفر خلاص هي متظبطه لوحدها ومش هتاثر في الناتج لوحدها يعني. تمام. وده هنا يعني كان ايه، كان اكزامبل كده يعني، يعني لما اجي انا مثلا بقى احط هنا في شيرد ميموري صفر فمش هيحصل مشكله بقى، يعني لما اضرب صفر في حاجه هي مش هتاثر معايا في حاجه يعني. طيب، فده بقى الايه، ده الباوندري كونديشن بتاعنا في ال في واحنا بنلود. حلو. فهي كل سيلد هتيجي تلود الاليمنت دوت، فهي في الاول بتعمل كونديشن كده تتاكد ان الرو والويتس مظبطين والاليمنت اللي انا عايز اكسسه متظبط برضو، لو ترو هتعمل لود، لو لا هتحطه صفر عشان برضو زي ما قلنا يعني موضوع الاصفار دوت. برضو هنا وهي بتلود الماتريكس الثانيه، فده كده الجزء بتاع اللودنج هنا بعد ما ضفنا ايه، بعد ما ضفنا بقى الباوندري كونديشن بتاعتنا. فاحنا هنا عملنا كونديشن وقت اللودنج اهوت، لو صح خلاص هيتلود عادي من الماتريكس بتاعتنا، لو لا هتحط في الشيرد ميموري بتاعتنا ايه اصفار، ودي الماتريكس الثانيه. وبرده كان ايه، كان ان مش شرط ان الاثنين ماتريكس يكون ليهم كونديشن واحد، عشان برضو لو الدايمنشنز بتاعت الماتريكس مختلفه وهكذا. تمام. دلوقتي بقى ايه، ده بقى الجزء اللي هو بتاع مالتيبليكيشن، ده بقى وانا بحسب السميشن يعني هنا لحد هنا كده، ده دي كده انا اهو بلود الانبوت ماتريكس بتاعتي، وبعدين بعمل سينك زي ما قلنا عشان نستنى ان كله بيتعمل له لود، بعدين بقى جزء الكمبيوتيشن. طيب، هنا الكونديشن اللي فوق دوت ده، عشان انا دلوقتي قعدت اقول ايه، قعدت اقول ان احنا كده بقى في الاوتبوت مش بنحتاج بقى ان احنا نعمل كونديشن عشان تشيك على الاصفار عشان الكنترول دايفيرجنس وكذا. الكونديشن ده حاجه تانية بقى، احنا زي ما احنا قلنا ان احنا بقى لما بنيجي نكتب في الاوتبوت هنا برضه بنحتاج كونديشن، كونديشن مختلف عن بتاع الانبوت. فهنا دلوقتي بقى ايه، طب ما انا بقى بتشيك فوق هنا ان انا يعني مثلا انا بقى بتاكد ان الاليمنت اللي انا هحسب له اصلا البارشال سام ده هو اصلا فاليد اليمنت في الاوتبوت، علشان لو هو مش فاليد اليمنت في الاوتبوت طب ما ايه لازمتنا ان انا اقعد احسب له بارشال سام وفي الاخر اصلا هاجي ما احسبوش هنا، يعني هاجي ما اكتبوش اصلا في الاوتبوت. فانا برضو هنا قبل ما اعمل فور لوب واعمل كومبيوتيشن بتاعتي ومش عارف ايه، فانا الاول بتاكد ان هو اصلا فاليد اليمنت في الاوتبوت عشان احسب له يعني البارشال سامز دي. تمام. زي ما قلنا كده ايه، احنا هنا دلوقتي ده الجزء بتاع اللود. تمام. بعدين هنا بعمل سينك، بعدين هنا بعمل كومبيوتيشن، بعدين هنا سينك تاني. تمام كده الفور لوب بقى بتخلص هنا، دي اللي هي ايه، دي اللي هي بتاعت الثريدز كلها يعني. هنا بقى بعد ما بخلص كله بقى خالص ببدأ بقى ايه احط تاني في الاوتبوت بتاعتي الصم بتاعي، وده بيكون الصم كامل مش البارشل يعني. انا لو ما كنتش بقى عملت الكونديشن يعني ما كنتش عملت انا هنا لود للاصفار ديت، تمام، كنت هحتاج ان انا جوه الفور لوب ديت اعمل كونديشن بقى، اعمل كونديشن تاني اتشيك فيه ان الاثنين اليمنتس اللي انا بضربهم في بعض دول هما فاليد اليمنتس، مفيش واحد فيهم مثلا اوت اوف اندكس بتاعي. لكن هنا انا مش عامل كده عشان خلاص اوريدي حطيت صفار، فلما يكون في صفر هو مش هيأثر في حاجه يعني. تمام. وهنا بقى بيقول ايه ان الكونديشن زي ما قلت بتبقى مختلفه، يعني الام يعني الماتريكس الاولانيه الكونديشن بتاعها بيكون غير الماتريكس الثانيه، والكونديشن كمان بيكون مختلف عن الكونديشن اللي هو بتاع اللي انا بكتب في الاوتبوت ماتريكس. هنا الجزئيه دي بصراحه انا
هو هنا بيقول ايه ان احنا بنحاول دايما نهندل ايه جنرال ماتريكس، يعني جنرال ماتريسيز عامه الدايمنشنز بتاعتها مختلفه، مش بنظبط يعني. احنا في المثال اللي في الاول كان ان في ان بس، تمام. بعدين هنا بدانا نخليها الام مختلفه عن الان. هو هنا بيتكلم ان احنا بنحاول ايه نضرب اي دايمنشنز باي دايمنشنز يعني. بس زي ما احنا عارفين طبعا ان احنا لما بنيجي يعني مثلا دي لو ال في ام، ودي لازم تكون ام في ان، يعني لازم اللي هما الاثنين اللي جوه دول يبقوا زي بعض. بس انا مش فاهم بقى بصراحة اللي هما يعني ايه اي جي وكي ام، اي كي وال ان، ازاي لما دول اتضربوا في بعض جابوا اي جي في ال بي، مش عارف يعني. فأصلا الدكتور ما قاليش الجزء دوت، بس انا بصراحة مش عارف يعني ايه الرموز ديت. بس دي عادي، الحاجة اللي احنا عارفينها عادي، ال في ام بتتضرب في ام في ان بيساوي ايه يعني، ده اللي هيطلع لي بقى، هتبقى ال في ان، تمام. اظن دي بقى ممكن تكون مثلا يعني مثلا زي ما يكون كده في فاكتورز معينة وبتاع علشان الدنيا تبقى برضو اوبتمايز شوية وهكذا، تمام. برضو هو الجزء دوت ما تقلش يعني، بس ايه، بس خلينا يعني ممكن نقوله عادي. طيب هنا بيتكلم ان في مثلا دلوقتي لما بنيجي ناكسس الدي رام، اللي هي دي اللي هي بتكون الجلوبال ميموري، اللي هي ابطأ ميموري خالص بالنسبة للجي بي يو، حلو. فبيكون في حاجة اسمها ايه البرست، يعني ايه، هي دلوقتي بتتقسم سكاشن. يعني مثلا لو بيتكلم مثلا الادرس سبيس بتاعنا كان هو كله 16، تمام. فكل اربعه منهم بيتقسموا بيرست. يعني ايه بقى، يعني مثلا لو انا البرنامج بتاعي طلب مثلا ان هو يروح يجيب ايه الاليمنت اللي هو رقم صفر ده، هو مش هيجيب ده لوحده، احنا كنا خدنا قبل كده برضو الموضوع ده في الاو اس. لا، هو بيروح يجيب كده زي ما يكون بلوك على بعضه، تمام. ويحطه عنده ده كده ايه، يعني ده كده اكنه يعني انا مثلا لو طلبت اي اليمنت من اربعه دول، صفر او واحد او اتنين او تلاته، فهو هيروح يجيب البلوك ده كامل، تمام. احنا هنشوف الموضوع ده ممكن نستفاد منه ازاي. هو بيتكلم ان ده بيزك اكزامبل يعني بتاعنا صغير عادي، 16 بايت ومش عارف ايه و4 بايت. بيتكلم ان عاده في البراكتس يعني بيكون الادرس سبيس على الاقل 4 جيجا، والسيكشن بتاعنا ده بيكون 148 128 بايت او اكتر يعني، تمام. طيب هنا بقى دلوقتي ازاي بقى ممكن نستفاد من الموضوع بتاع البرست سيكشن دوت. طيب لو انا مثلا دلوقتي عندي 4 ثريدز شغالين، تمام. اول ثريد فيهم طلبت اللي هو الاليمنت رقم صفر ده، حلو. فانا رحت ايه الرام بتاعتي مش هتجيب لي بس الاليمنت دوت، لا ده هتجيب البلوك ده كله على بعضه، السيكشن ده كله على بعضه اللي هو الاربعه اليمنتس. طب لما يكون بقى عندي بقيه الثريدز اصلا هم هيحتاجوا الاليمنت الاول والثاني والثالث، ما كده انا هكون عملت بس ريكوست واحده بس للدي رام، ومع ذلك جبت الطلبات بتاعتهم كلها، تمام. فده طبعا هيسرع لي الدنيا جدا. يعني انا مثلا عندي 4 ثريدز شغالين، بدل ما كل واحده فيهم هتروح تعمل ريكوست للدي رام، فانا لا انا بريكوست واحده بس جبت كل اللي هم عايزينه. بس ده طبعا احنا بقى ايه بنحاول واحنا بنكتب الكود ان احنا طبعا نظبط الدنيا ان هم يكونوا يعني الثريدز بتاكسس ميموري لوكيشنز ورا بعضها، بحيث انه زي ما بقول كده ايه نوبتمايز في الدي رام ريكوست دي، تمام. طيب دلوقتي بقى دي بقى مشكله تانية عندنا ايه بقى. لو انا عندي اربعه ثريدز مثلا، بس على سبيل المثال هيكون فيهم 2 ثريدز هيجيبوا حاجات مختلفه، قصدي هيجيبوا حاجات ورا بعض، واثنين تانيين لا. مثلا يعني مثلا هنا ايه زي المثال اللي موجود هنا ده، عندنا هنا 4 ثريدز، اول 2 ثريدز كانوا عايزين صفر واثنين، لو هما دول بس اللي طالبين الداتا مثلا كده خلاص، هو هيحصل هروح اجيب السيكشن دوت وهم خلاص كده هتبقى برضو باكسس واحده وخلصت على كده. بس لا، هو لسه في بقى 2 سيلز تانيين وعايزين بقى ايه، عايزين داتا من السيكشن اللي بعده، فكده انا هحتاج اعمل ريكوست تانية. هنا بقى بيقول ازاي بقى نشوف ان احنا مثلا ايه يعني الاكسس بتاعنا اوبتمايز، بحيث ان احنا هنستفاد بقى من موضوع الريكوستات دوت، ان احنا مثلا ممكن نبعت ريكوست واحدة ونستفاد من اكبر عدد في نفس الوقت وهكذا. بيقول بقى ان احنا لما الاكس ال يعني الاكسبريشن اللي بيأكسس الميموري بتاعنا يكون في الشكل دوت، يعني مثلا حاجة مش معتمدة على الثريد اندكس زائد الثريد اندكس. احنا زي ما شفنا مثلا في الاساينمنت اللي هو بتاع اللاب الاولاني دوت، اللي هو كان او اللاب التاني اللي هو الاولاني اللي هو كان بتاع الماتريكس، لما استخدمنا كذا طريقة، لان ايه يعني لما كنا بنأكسس لما كل ثريد بتمسك رو وكل ثريد مره تانية بتمسك كولوم، لان ان في واحده فيهم اسرع من التانية بكتير قوي. وكان التفسير بتاعها يعني ان الاسرع ديت عشان بتاكسس ميموري الميموري ورا بعض، فده خلاها اسرع بمراحل يعني من التانية طبعا، تمام.
فده كده هو دلوقتي بيتكلم بقى ايه، ان يعني لما تكون دي ماتريكس بتاعتنا مثلا، فزي ما بنقول كده لو السيلز اللي ورا بعضها مثلا بتحتاج كده الميموري بالشكل دوت، لو دي اول اربعه يحتاجوا كده، بعدين الاربعه التانيين يحتاجوا الاربعه بعضهم وكذا، فده طبعا هيخليها اسرع بكتير قوي، عشان دي بتحتاج زي ما قلنا ايه، بتوبتمايز جامد قوي يعني في الريكوستات. فهنا احنا عندنا زي ما بنقول يعني لما بنيجي نعمل مالتيبليكيشن، بنحتاج ان احنا في ماتريكس فيهم نمشي فيها بالرو، وفي ماتريكس فيهم نمشي بيها بالكولوم. ففي واحده هنلاقي ان هي سريعه قوي، يعني هنا اول اتريشن بتعوز اول اربعه دول اللي هم مع بعض في نفس السكشن، تاني اتريشن مش عارف تاني اربعه اللي هم في نفس السكشن وكذا، دي هتلاقيها سريعه قوي اللي هي بتمشي في بالدايركشن دوت يعني كده. لكن هنلاقي بقى التانية بتاكسس، لا دي مبوظة الدنيا خالص، وكل مرة بتعوز اربعة elements من اربعة sections مختلفين، فده هيخليها ابطأ بكتير يعني. الحاجات دي طبعا احنا بقى بنحاول يعني نoptimize فيها واحنا بنكتب الكود، بحيث ان احنا نأكسس الداتا بشكل اللي هو ايه، يعني الحاجات دي بتخلي الدنيا اسرع بكتير، يعني زي ما كنا شوفنا في المثال اللي هو بتاع اللاب الاولاني دوت. بس هنا بقى ايه، هنا برضو ان ايه السبب، يعني ان احنا بنحاول قوي نوبتمايز كده في الميموري يعني، والاكسس بتاع الميموري وهكذا. طبعا زي ما قلت كده، زي ما شفنا في اللاب الاولاني ان الدنيا كانت اسرع اضعاف اضعاف يعني، في لما كنا بنأكسس الميموري اللي هما اللوكيشنز اللي ورا بعض، عن لما كنا بنأكسسها حاجات بعيدة عن بعض كده، تمام. وبرضو زي المثال ده اللي احنا شفناه، اللي انا قلته في المحاضرة اللي فاتت، ان هو يعني ايه، احنا مثلا عندنا الجي بي يو الريب بتاعه كذا، يعني هو يقدر يحسب العدد دوت يعني من الفلوتنج بوينت اوبريشن بير سكند، ودي الرام اللي ده الباندلوتس بتاعها. فجينا حسبنا ان انا لو عايز يعني خليني اقوله تاني، ان احنا في الاوبريشن الواحده بنحتاج 2 اوبرانس، الاوبراند الواحد 4 بايت، فانا اكني ايه، اكني احتاج اقرا 8 بايت في الثانيه او في المره في الاوبريشن من الميموري. طيب وانا عندي الجي بي يو بيقدر يعمل ايه، فلوتنج بوينت اوبريشن بير سكند، جيجا بايت يعني، دي جيجا فلوتنج بوينت اوبريشن بير سكند، يعني كانها 1600 في 10 باور مش عارف 9 ولا 12، تمام. فهلاقي ان انا عشان استخدمهم كلهم في 8، يعني كل اوبريشن هتحتاج 8 بايت اللي هما 2 اوبرانس، هلاقي ان انا عايز رام 12800 جيجا بايت بير سكند الباندوس بتاعها، في حين ان الدي رام بتكون ايه، يعني ده الرينج بتاعها يعني 600. فهنيجي بقى نشوف ان انا لو هستخدم الباندوس ده هيجيب لي ايه، هيجيب لي ان انا بس اقدر اعمل 75 بس جيجا فلوتنج بوينت اوبريشن بير سكند. وطبعا ده ايه، يعني لو جينا حسبنا 75,600 اكني بستفاد بس 5% بس من القدره بتاعت الجي بي يو بتاعي يعني، واكيد ده مش منطقي، مش هنروح ندفع فلوس في جي بي يو عشان بس استفاد ب 5% منه يعني. فده اللي بيخلينا نحاول ان احنا بقى نقلل قوي الاكسس بتاع الميموري بتاعنا وهكذا ومش عارف ايه، علشان نقدر نستفاد يعني من البرفورمانس يعني بتاع الجي بي يو. مثلا على سبيل المثال هنا، لما احنا كنا واخدين ايه، على هو كان مثال زي ما كنا قايلين كده ان هو ايه، مثال مش حقيقي، مثلا اللي هو حته ان هو السكشن 4 مش عارف والادرس 16، بس احنا كده اكننا ضربنا الاكسس بتاع الديرام في 4، يعني بدل مثلا ما انا محتاج 4 اليمنتس فهعمل 4 اكسس للديرام، فانا لا هعمل مثلا اكسس واحده، فانا مثلا على سبيل المثال تقريبا اكني ضربت 600 دي في 4، فده هيسرع الدنيا اكتر طبعا وهكذا يعني. طيب وهنا برضو زي ما قلنا، مثلا ان احنا ساعات بنحتاج ان احنا نعمل شيرد فاريبل، او بيكون شيرد اكروس البلوك وهكذا، والسيلز تتعاون عشان تجيب الايمز بتاعته وهكذا، ففي كذا حاجه يعني، ففي كونستانت وفي شيرد وفي اللي هو من غير حاجه خالص. طيب اول حاجه اللي هو بيكون من غير حاجه خالص، ده بيكون بقى اكروس الثريد نفسها، يعني هي بس الثريد اللي بتشوفه، ومجرد ما الثريد دي خلصت هو ده بيتشال خلاص من الريجستر خالص، تمام. بعد كده في الشيرد، الشيرد ده زي ما احنا قايلين ان هو ايه، بيكون شيرد اكروس البلوك، تمام. يعني احنا بنخلي ساعات الثريدز بتاعت البلوك تتعاون عشان تجيب في الشيرد ميموري، والثريدز بتاعت البلوك كلها بيكونوا شايفين الاليمنت دوت، تمام. وده بيتحط زي ما قلنا ايه، في الشيرد ميموري اللي هي بير اس ام يعني. بعد كده لما نعرفه بالطريقه ديت، فده بقى بيكون جلوبال، تمام. والسكوب بتاعه جريد، الجريد دي اللي هي اللي انا بعمل لها بحطها هنا كده، اللي هي ايه، اللي هي يعني كل الجريد شايفاها، لان دي اصلا حتى في الجلوبال ميموري يعني اللي هي بتاعت الجي بي يو كلها، ودي بتفضل عايشه طول الابليكيشن، تمام. وفي كونستانت برضو ايه، دي بتتحط في كونستانت ميموري اللي احنا كنا برضو قايلين عليها، اللي هي التكتشر اند كونستانت، وبرضو دي الجريد كلها بيبقى شايفها
وبتفضل ايه عايشه طول الابلكيشن يعني. تمام. برضو هنا ان الديفايس دي يعني في الاثنين اوبشنز دول احنا ممكن نستغنى عن الكيورد بتاعت الديفايس ديت، مش لازم نحطها. تمام. هنا بقى ايه بيتكلم ان احنا يعني هي السلايد دي مكررة، بس المهم يعني انه يعني ايه اللي يخلينا نعمل ديكلير فاليبل بالطريقة دي عندي وهكذا، على حسب انا محتاجه فين. يعني مثلا الشير دلوقتي انا محتاج مثلا ان الثريدز تتعاون عشان تجيب حاجات في الشيرد ميموري، بعدين ايه كل الثريدز بتاعت البلوك تشوفها، فانا هعملها شيرد. لا طب انا مثلا محتاج اعمل حاجه جلوبال ان كل حاجه تشوفها مش بس حاجه البلوك وهكذا يعني. طيب هنا برضو بيتكلم عن الشيرد ميموري، انها كل اس ام بيكون فيه شيرد ميموري زي ما احنا قايلين، وانها طبعا اسرع بكتير قوي من الجلوبال ميموري زي ما احنا قلنا برضو، وان السكوب بتاعها هي شيرد ميموري بتكون شيرد اكروس البلوك يعني الثريدز اللي في نفس البلوك. بس كده يعني، بس كده وشكرا.